تغير العالم. في تونس وقت اللي تسأل طفل صغير شنو يحب يعمل كي يكبر، فما أكثر من شانس على اثنين إنه يجاوب طبيب. واللي ينجحوا في تحقيق حلمتهم وحلمة والديهم بالالتحاق لمعاهد الطب يبدأوا حاطين قدام عينيهم مظاهر مستقبل مزيان يخدموا فيه في خدمة نبيلة، يعيشوا فيه بقدر عالي في المجتمع، ويأمنوا فيه لرواحهم حياة محترمة وفيها نوع من الرفاهية رغم صعوبة العمل. في تونس اليوم كان تسأل الطلبة في كلية الطب، فما أكثر من شانس على اثنين إنهم يقولوا إنهم ندموا على اختيارهم، اختيار حتم عليهم الدراسة لمدة طويلة لكميات هائلة من المقررات وعدد مهول من ساعات العمل. أما مش هوني المشكل، المشكل إنه بعد التعب هذا الكل طالب الطب في تونس اليوم يرى في مستقبله ضبابي، وفي برشا حالات يقرر الهروب. أكثر من 800 طبيب شاب غادروا تونس عام 2018، والرقم مرشح للارتفاع لل 1700 عام 2022. نحكي لكم اليوم على من اختارت الطريق المعاكس، على من درست الطب في فرنسا وأصرت على الرجوع لتونس باش تساهم في مرحلة البناء. نحكي لكم اليوم على أول طبيبة في تاريخ تونس، الدكتورة توحيدة بالشيخ. تولدت توحيدة بالشيخ نهار 2 جان في 1909 في راس جبل ببنزرت. طفولتها ما كانتش سهلة رغم ثراء عائلتها، إلا أنها فقدت والدها في عمر صغير، وتربيت مع أخواتها زوز مع أم كانت مصرة أنها تسلح أولادها بالعلم مهما كانت التكاليف. وقتها تعليم الفتيات ما كانش حاجة هينة، إلا أنه توحيدة دخلت لليكول دي سور في نهج الباشا وتحصلت فيها على الابتدائية عام 1922. انتقلت بعدها المعهد أغنو فاير اللي خذت فيه الباك عام 1928 بامتياز كأول تلميذة تونسية مسلمة تتحصل على البكالوريا. جات بعدها الصدمة الثانية، حيث أنه حلم دراسة الطب ما كانش ممكن وقت اللي ما فماش كلية طب من أساسه في تونس. دكتور بيوني مدير معهد باستور في تونس كان مبهور نهارة اللي جاته توحيدة بالشيخ وطلبت منه إعانتها على تحقيق حلمها. وقتها كانت شهادة البكالوريا كفيلة بضمان مستقبل متميز، إلا أنه توحيدة ما اكتفيتش بها ومشيت لباريس اللي تحصلت فيها على دبلوم في الفيزيك شيمي بيولوجي، مكانها من الالتحاق بالفاكولتي دي ميديسين دو باري. بعد مثابرة وتعب وسهر الليل أصبحت توحيدة بالشيخ أول امرأة عربية مسلمة تتحصل على الدكتوراه. توحيدة بالشيخ أول طبيبة تونسية كانت ذات صيت كبير في الميادين العلمية في أوروبا، إلا أنها أصرت على الرجوع إلى الوطن نداء الواجب المساهمة في البناء وتلبية حاجيات تونس لكفاءاتها، إلا أنه مرة أخرى منعوها من الالتحاق بالمستشفيات اللي كانت تحت دين الفرنسيس. مرة أخرى أصرت توحيدة وتغلبت على عناد المحتل، فتحت عيادتها الخاصة عام 1936 في باب منارة وأثبتت كفاءتها وفرضت تعيينها على رأس قسم الولادة في مستشفى شارل نيكول عام 1955، منصب تألقت فيه وكونت فيه أجيال وساهمت في ارتقاء المنظومة الصحية في البلاد، البلاد اللي تحملت فيها مسؤولية تاريخية مع إرساء منظومة التنظيم العائلي عام 1970، قانون كان فاصل في مرحلة البناء. توحيدة بالشيخ كملت مسيرتها في مستشفى عزيزة عثمانة، مسيرة أسست فيها العديد من الجمعيات، دور الأيتام، وكان دورها مهم في إرساء أول مجلة نسائية بعنوان ليلى. مسيرة أثبتت فيها توحيدة بالشيخ أن الإصرار على تحقيق الحلم ما توقفوش أعتى العقبات. أثبتت لنا زادة أن النبل مهنة الطب مرتبط أساساً مع النهوض بالبلاد، هي اللي خلت مستقبل زاهر في بلاد الغرب ورجعت تأسس المستقبل بلادها تونس، اللي تفتخر اليوم أنها أنجبت امرأة اسمها توحيدة بالشيخ نجحت بكل المقاييس أنها تغير العالم. غير العالم.